السلام عليكم وأهلا فيكم فيديو جديد على قناة اليوتيوب. عنوان فيديو اليوم هو تكملة للفيديو السابق. راح نتحدث اليوم عن كيفية تسعير المنتجات. الفيديو السابق تحدثنا فيه عن حساب تكلفة المنتجات، وكمان حكينا عن القاعدة العامة اللي بنقدر نحسب من خلالها ربح المنتج، اللي هي سعر المنتج أو سعر البيع ناقص التكاليف بيعطينا المربح. نحن في الفيديو السابق انتهينا من نقطة حساب التكاليف، واليوم رح نحكي عن تسعير المنتج وطريقة وضع سعر المنتج. نحن في عنا 5 قواعد لتسعير المنتج، واللي هي القاعدة الأولى والأهم واللي حكينا عنها، هو إنه لازم يكون عنا سعر البيع بغطي التكاليف لحتى طبعا يكون عنا مربح. ثاني نقطة هو إنه يكون السعر متناسب مع طريقة البيع. السعر بيختلف على حسب الفئة المستهدفة، يعني إذا كان منتجي بيستهدف المراهقين فما بيزبط يكون سعره كتير عالي، لأنه هاي الفئة من المراهقين أو طلاب الجامعات أو غيرهم ما بيكون عندهم ميزانية أو ما بيكون عندهم مبالغ إن يقدروا يشتروا منتجي اللي بيكون سعره مرتفع. فما بيصير إنه يكون عندي منتج بيعالج حب الشباب لفئة المراهقين واللي بالعمر العشرينات ويكون سعره مرتفع، فهيك رح يكون في عنا كتير مشاكل في البيع. طريقة التغليف والديزاين واللوجو والباكيجينج، كل هاي بتأثر على طريقة التسعير. يعني مثلا ما بيصير يكون عنا عبة منتج كتير بسيطة ما في عليها لوجو أو شعار خاص، ما بيصير يكون عم نبيعه بسعر مرتفع، هيك غير منطقي إنه يكون أنا عم بدفع سعر غالي على منتج حتى باكيجينج حتى لوجو أو ملصق عليه المكونات مش موجود، فهذا الشيء مش مقبول ولازم نراعي هاي النقطة. النقطة الثالثة اللي بتندرج تحت هاي النقطة كمان، وين بدي أبيع منتجي؟ يعني لما أنا بدي أبيعه ببازار أو رح أبيعه في سوق تجاري أو رح أبيعه أونلاين أو وين رح أبيع المنتج، فهذا بيتحكم في طريقة وضعي لسعر المنتج. آخر شيء طبعا عندنا جودة المنتج. لما يكون عندنا جودة المنتج ومواد الخام عالية، من الطبيعي يكون عندي سعر المنتج عالي والعكس صحيح. والنقطة الثالثة والمهمة اللي راح نحكي عنها، هو إنه يكون عندي السعر متناسب مع المنافسين. كل فترة مهم كتير أعرف مين منافسيني في السوق، أشوف شو تسعيراتهم، شو المنتجات، شو المكونات، لازم لحتى أنا أعرف أحدد السعر اللي حبيع فيه منتجي. يعني إذا كان عندي منافسين بيبيعوا منتج مثلا بسعره 20 دولار وأنا رحت بعته ب50 دولار، هيك كتير رح يكون صعب التنافس معهم. بس هاي القاعدة كمان إلها، يعني ما بدي أقول إنها هي قاعدة لازم نتبعها، هاي قاعدة إلها استثناءات. الاستثناء لهاي القاعدة هو إنه ممكن يكون أنا عندي سعر غالي لمنتجي وكتير مرتفع عن المنافسين. إذا أنا بدي استهدف فئة معينة رح يكون أكيد عندي بيع أقل من المنافسين، بس هاي خطوة كتير جريئة ولازم نكون كتير متأكدين من منتجنا قبل ما نعمل هاي الخطوة. كمان لما أجي أسعر منتجي، من المهم والضروري إني أضع خطة تسعير لسنتين لقدام. يعني ما بنفع إنه أنا ابتكرت منتج اليوم وبكرة رح أبيعه ب10 دولار وبعد هيك رح يكون بعد شهر رح يكون في عندي معرض أو بازار رح أضطر إني أرفع سعر المنتج ل20 دولار لأنه بدي أغطي تكاليف البازار. عدم التساوي في تسعير المنتج رح تخليك تخسر ثقة المستهلكين أو العملاء عندك، وإحنا ما بدنا هذا الشيء يصير أبدا. لذلك الصح هو إنك تحط خطة تسعير لسنتين لقدام، تكون عارف فيها إذا رح تشترك في بازارات أو رح تشترك في معارض أو رح تبيع أونلاين أو رح تنضم لمحلات تجارية تبيع لك منتجك أو أي شيء ممكن يكون في بالك. من الضروري إنك تحط هاي الخطة قدامك وتشوف التكاليف على لقدام لحتى تتمكن من تسعير منتجك وما تضلك ترفع وتنزل في سعر المنتج على هوا ومكان البيع. في عندي النقطة الخامسة اللي كمان بتأثر على تسعير المنتج، هو انه يكون دائما في عندي تحديث في الأسعار على هوا السوق. احنا بنعرف انه كل سنة تقريبا او سنتين بصير في عنا تغير في الأسعار بشكل ملحوظ، مواد خام وكمان عندنا العبوات والتغليف والليبل، كل هالأشياء عم بيرتفع سعرها ما عم بنزل، فنحن لازم نكون مواكبين هذا السوق بحيث إذا صار في عنا زيادة في الأسعار، زيادة في أسعار مواد الخام وزيادة في الأسعار الثانية اللي بتدخل في صناعة منتجي، من المهم والضروري إنه منتجي كمان يتغير سعره بناء على هاي التحديثات اللي عم بتصير.
من الأشياء والمصائب اللي بتصير مع أصحاب المشاريع وأنهم بيحكوا إنه إحنا أسعارنا ثابت وحتضلها دائما ثابت وما رح نغير سعرنا نهائيا لحتى ما نخسر ثقة العملاء فينا، وبالآخر هم بيخسروا بيفشل المشروع لأنه مو قادرين إنهم يغطوا التكاليف. هذا شيء أكيد ما بدنا إياه يصير. هلا إحنا حكينا إنه إحنا ما بنفضل التذبذبات في تسعير المنتج، في حال صارت عندنا هاي الشغلة إنه إحنا صار عندنا تحديث في الأسعار، في تكنيك إنه نرفعه بطريقة ذكية بحيث ما بنخسر فيها العملاء، ما بيكون عم منأثر على مشروعنا سلبا، ولا كمان بنكون عم بنكون أقل بكتير أو أعلى كتير من المنافسين، ونكون يعني كل شيء تمام التمام. هذا الموضوع إذا حابين تعرفوا أكثر عن تكنيكات رفع سعر المنتج أو فنون رفع سعر المنتج والاستراتيجيات اللي بنتبعها بطريقة ذكية، اكتبوا لي تحت التعليقات إنكم حابين تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع، ورح نعمل عنه فيديو إن شاء الله في المرة القادمة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا. إذا عندكم أي استفسارات ما تترددوا إنكم تراسلوني، وبشوفكم أنا بالفيديو القادم إن شاء الله.